يعني أنا أتساءل عن المفوضية، وليش لحد الآن لم يتم تشكيل مفوضية جديدة. فاللي عرفنا أنه أولا كان مجلس النواب معطل، يعني ما كان ماخذ دوره التشريعي فعلا. أما حاليا فدا يشرعون بتشكيل المفوضية. أولا يعني هي راح يكون أعضاءها من مجلس النواب، وخصوصا من يعني راح يكون من حقوق لجنة حقوق الإنسان، لأنه لقربهم من الموضوع. وتعرف حضرتك قد يكون بها هاي جوانب سياسية، أنه يعني إضافة لتعطيل المجلس النواب فكانت أكو بها جوانب سياسية، فلذلك تأخر تشكيلها. طيب أريد أجل علاقتكم بهذه الفعاليات، تابعتوها، تعرفين حضرتك بأنه الإعلان مهم وعدد القضايا المعلنة مهمة جدا. صحيح. وكاشفة عن أنه يعني إذا انفتح باب ممكن تتقدم شكاوى أخرى، ربما الآن إحنا بعدنا باكورة هذه وتقدمت. صحيح. شلون تفاعلتوا ويا الموضوع وشلون تواصلتوا؟ اولا طبعا شيء جيد ان يكون مجتمعنا مجتمع حي وقادر على انه يقف بوجه الظلم من الصادر من اي كان، من اي جهه كانت، سواء مسؤول حكومي او صاحب سلطه او غيرها. نعم. موجود حالي بالسلطه التنفيذيه او غيرها، او يعني حتى لو كان سابق، لكن هي عاده المتنفذين يعني عندهم اسناد بالسلطه او بالاحزاب وغيرها. فالتعاطي مع هذا الموضوع المفروض يكون بدقة، وأكو يكون معلومات مثل ما تفضل أستاذ زيدان، المعلومات المفروض تكون يعني دقيقة، ونحرص على أنه على المصداقية. الشكاوى المقدمة 3000 شكوى اللي قدمت لرئاسة الوزراء أو الجانب اللي هم يعني فتحوا لي استلام الشكاوى. نعم. إضافة لي أكو هواي شكاوى توصلنا إحنا كأشخاص، يعني أنا من الناس اللي توصلني هواي شكاوى من ناس أفراد عاديين يعني. نعم. بس أكيد الناس تخاف أن يعني تظهر اسمها أو تكون بمواجهة المسؤول. طيب.